يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فيصل يقول هل اتباع الهوى من الشرك بالله؟ هذا سؤال مجمل، ما المقصود باتباع الهوى؟ هو أيضا قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني استدل بهذه الآية في سؤالي. مقصود بالآية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أن الإنسان كلما احتوى هوى شيئا فعله، حتى لو كان يقوده الكفر بالله أو الشرك بالله أو الوقوع في البدع أو الوقوع في الكبائر، هذا الذي اتخذ إلهه هواه. بعض الناس كلما هوت نفسه شيئا أطاعها، فهذا اتخذ إلهه هواه، لأن أصبح هواه هو الذي يقوده، كلما أراد نفسه شيئا ففعل ذلك، فهذا أصبح عبدا لهواه، هذا هو مقصود الآية. وقد يقع في الشرك، قد يؤدي اتخاذ الإنسان إله هواه أن يقع في الشرك، يقود هواه للوقوع في الشرك، قد يقع في الكفر، قد يقع في البدعة، قد يقع في الكبيرة. نعم.